البعض اعترض على هذه الاجراءات، ومش هتكلم لسه على القانون والقضاء، ولكن البعض اعترض على الاجراءات. انت عايز منهم ايه؟ فيش وتشبيه، محامين كبار عايز تقول لهم ايه القضايا اللي انتوا اشتغلتوا فيها، التوكيلات، شهاده التحركات، ده كتير على بعض المحامين، يعني المحامين الكبار بالذات كمان. لا لا، ما انا مش شايف، بالعكس المحامين الكبار اسعد حالا مما اتصور، مما كنت اتصور اعتقد. الان في حرص شديد جدا، صحيح في بعض الالم، يعني في بعض الناس يقول لك انا هجيب شهاده تحركات ان انا بشتغل في مصر ومش، يا سيد الفاضل انت بتتعب مره واحده علشان اقدر اوقف شلال متدفق من الخارج عليك في نقابه المحامين. لو انا استغنيت عن شهاده التحركات اللي جايه من الجوازات هضطر اصرف على غير المحامين الموجودين في مصر، فانت لازم تتعب معايا. احنا حاولنا مع وزاره الداخليه ان احنا نحاول يعني نوفق الامور ونعمل كشوف ونقول ادونا بيانات، للاسف الشديد وزاره الداخليه قالت لا لا لا، لازم كل واحد يجي بحاله. طيب حاولنا ان طيب نخليها في كل محافظه تخصصوا لنا لجنه، قالوا لا اللي عايز يجي بس الموضوع معقد قوي يا استاذ سامح. نعم. يعني مين المحامي اللي هيروح يدور على شهاده تحركات وكده؟ هي صعبه شويه. يعني عارف احنا بنهرب من الاجراءات. احنا النهارده حليناها شويه في ان احنا عملنا في المكتب في النقابه بيتلقى توكيلات من اصحاب الشان يجيبوا الشهادات دي. وهو يستكمل اوراقه المختلفه. طب هذه الاجراءات رفضت في القضاء، يعني طعن عليها ورفضت؟ لا لا لا، مش هي دي اللي رفضت في القضاء. شوفي عشان بس الميزان القانوني في الموضوع، انا هناك تنازع في الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي، محكمه الاستئناف ومحكمه مجلس الدوله ومحاكم مجلس الدوله. التنازع ده الان مرفوع به دعوى امام المحكمه الدستوريه علشان تفضه، تقول مين المحكمة المختصة. الأحكام التي صدرت من وجهة نظرنا إحنا صدرت من محكمة القضاء الإداري الغير مختصة بمراقبة أعمال تعديل القيود أو تجديد القيد في نقابة المحامين. أيضا في تنازع آخر بين أحكام صدرة من ذات مجلس الدولة، من المحكمة ذاتها، محاكم بتشترط وجود توكيلات وأعمال معينة طوال سنوات الاشتغال عشان تثبت وجود المحامي في نقابة المحامين. في احكام تانية صدرت على عكس ده اللي هي بيستند اليها الاخرين بترى العكس في بعض الشروط. فاحنا لما نيجي نحسب الاطار القانوني للمساله هنقول ان 25% من الحل القانونيه كانت لصالح غير المشتغلين، 75% من الازمه القانونيه لصالح المحامين المشتغلين. هيحسمها اولا المحكمه الدستوريه. انتوا وصلتوا للمحكمه الدستوريه؟ طبعا احنا عملنا دعوه تنازع الاختصاص بين القضاء العالي وبين مجلس الدوله. انا طبعا مش عايز اجهدك بالتفاصيل لكن ده باختصار. اتنين، في ايضا تنازع بين المحاكم او محتاجين نلجا لدائره توحيد الاحكام داخل محكمه القضاء الاداري علشان تقول لنا في اي اتجاه نسير. فما دمنا وصلنا الى هذه الاحتماليه فما ينفعش حد يقول لنا قطعيا انت لابد ان تسمح لغير المشتغلين ان يوجدوا في نقابه المحامين. عارفه حضرتك مع ترجمه المنطقيه لل 25% اللي انا بقول عليها دي، انه اللي بيشتغل في اي حاجه تانية غير المحاماه هيجي ياخد من يشاركني ويشارك كل المحامين في معاشهم وفي علاجهم وفي كل ما تنفقه نقابه المحامين بغير حق، وده امر ما حدش يقبله، المحامين المشتغلين لا يمكن يقبلوه. لانه في النهايه نحن ندافع عن مركز قانوني وعن حق قانوني محمي بالقانون، ان نقاتل من اجل اثباته بكل الوسائل حتى نصل الى الحق. فانتم مستمرين، حضرتك مقتنع بهذه الاجراءات ومستمر فيها تماما، بس مش هتقدر تطبقها الا لما نشوف بقى الدستوريه هتقول ايه. لا، انا نفذت احكام المحاكم القضاء الاداري التي صدرت. احنا لغينا كل القرارات السابقه اللي لغتها المحكمه واصدرنا قرارات جديده تتوافق مع الأحكام القضائية السابقة، لكن لا نتنازل فيها عن القانون ولا أيضا نفرط فيها إلى حد أن احنا نترك نقابة المحامين نهبا لغير المشتغلين ياخدوها. هذا أمر لن يسمح به المحامين. يعني هل هذه إجراءات جديدة ولا بصراحة حضرتك يعني عملت كده يوتيرن كده عشان نقدر لا نعدي أحكام القضاء؟ لا لا لا، احنا قلنا أخذنا قرار صريح بإلغاء جميع القرارات التي تناولتها الأحكام. اثنين، جبنا نصوص القانون اللي موجوده في قانون المحاماه اللي المحكمه قالت تفسيراتها واوصت بيها وحطيناها نص وطبقناها نص بتفصيلتها، بحيث ان احنا يعني كل الاحكام التي صدرت ضد النقابه
سببها ان انا اشترطنا توكيلات وما فيش لفظ توكيلات موجود في القانون، رغم ان التوكيل دليل على الاشتغال. الا ان احنا تغاضينا عن هذا الامر وقلنا ما يجبش بالضروره ان تثبت اشتغالك بالتوكيل، اثبت لي محاضر الجلسات، هات لي احكام، هات لي حكم المحكمين، هات لي عقد انت سجلته، هات لي اي عمل قانوني منصوص عليه في قانون المحاماه حصرا وانا هقبله منك.